الأصوات الحلوة موجودة في كل مكان في مصر. مكان ما تدي ودنك هتلاقيها، وده اللي أثبتته تجربة الراهبة سيليست خياط لما جت قرية البياضية في المنيا سنة 1987 عشان تدرس دين وموسيقى، وحطت إيدها على كنز أصوات حلوة أصحابها ما يعرفوش إنهم أصوات حلوة. هي كان دورها ان هي عندها حس موسيقى، وهي مع الولاد اكتشفت انه لا، في خامه اصوات كتيره جدا جميله. ابتدت تشتغل مع الولاد في شويه ترانيم في الاول، وبعدين شويه اغاني تراث، وبعدين جت النقله التاريخيه. كان يمكن ده تقريبا سنه 90، كان الكورال تم دعوته للقاهره للمشاركه في احد الاحتفاليات، وغن هناك وادي لونا بدون موسيقى، ودي كانت الانطلاقة الأولى. ابتدى بقى يبقى له مردي والناس اللي بتحب تسمعه. بعديها 93 و94 الجمعية وقفت في ظهر الكورال، ابتدوا يعملوا 2 أوبريت حصان خشب وتيجي نبني بيت. وابتدى الكورال بقى يتوسع، بدل ما تبقى مدرسة البيضية لا، كمان مدرسة ملوي أبو رقاص. ابتدى يحصل تجمع من كتير من المدارس التابعة للجمعية. ناس كتير وقفت مع الكورال لغاية لما ثبت وجوده، ولغاية ما بقى مطلوب في معظم الاحتفالات اللي موجودة في مصر يعني، وكمان خارج مصر يعني. كمان 98 اتعمل عنه فيلم روائي من المركز الثقافي للسينما جوه البشر. أستاذ أحمد رشوان كان بيوثق شوية فكرة بداية الكورال، وفكرة إنه إزاي ممكن ندور على الفن وعلى الجمال جوانا، إزاي إن إحنا نفضل مستمرين نبحث عن كل ما هو جميل. ربنا خلق كل حاجة جميلة جوانا، الشيء الجميل ده لازم نبتدي ندور عليه. آه يا لالي، يعني يا لالي، علي تغار راح ولا جالي. يا لالي يا عيني، يا لالي علي اتغار راح ولا جالي. اللي غاب عن عيني متناسي جيني، اللي غاب عن عيني متناسي جيني، بحنانه يغطيني يشوف اللي حصلني. أنا بشوف إن الكورال هو عبارة عن الدنيا بس بشكل مصغر. ناس بتطلع وناس بتدخل، ناس بتتولد من أول وجديد، ناس بتصاحب، ناس بتفارق، ناس بتسافر برا لكن بيفضلوا معانا. ده على المستوى يعني المستوى الإنساني. على المستوى الفني لا، بنحاول إنه كل شوية نعمل نقلة مع الولاد، بنحاول إنه مرات كتيرة نجيب حد يدرب الولاد، إحنا نروح نشارك مع فرق، إنه ما نعرضش بشكل طول الوقت إنه لا نقف نغني، لا مرات بنعرض حاجات فيها دراما، فيها حكي، فيها شوية تمثيل. كل ده بيسري الولاد وبيسري العروض بتاعتنا يعني. قلبي
بدأت تقريبا من سنة 2000. 2000 انضمت للكورال في الأول كعازف عود، وبعدين مع الوقت يعني ابتديت أدربهم لأن أنا درستي موسيقى. دكتوراه في الموسيقى؟ أيوة، في جامعة المنيا. دكتوراه من جامعة عين شمس. عين شمس. بتجيبوا البنات اللي صوتها حلو ازاي؟ بتختاريها ازاي؟ في الأول أنا جيت كان الكورال موجود فعلا. طبعا الكورال من 84، بس طبعا كل فترة كان الولاد بيكبروا أجيال، وكانت بتمشي ناس وييجوا ناس. الناس اللي كانت لما كان العدد بيقل كنا بننزل نلف على القرى، بنروح المدارس التابعة للجمعية نلف عليهم، مراكز الشباب بنتكلم معاهم، احنا عايزين، احنا كورال جامعة الصعيد وعايزين أصوات لو عندكم، بنبتدي نختبرهم بنلاقيه يعني مؤهل او عنده استعداد كويس كنا بنجيبه، نبتدي معاه بقى تمرينات وتدريبات، تدريبات صوت، تدريبات سولفيج، تدريبات موسيقى، لحد ما يعني بيبتدي بقى يعتمد على نفسه. هل في مميزات للأصوات اللي موجودة هنا مختلفة عن باقي أقاليم مصر؟ يعني أنا هقول لحضرتك يعني بخبرتي القليلة إن في الصعيد أو عندنا يعني أو في المنيا، في اللي أنا شفته في المنيا، هتلاقي الولاد كده عارف اللي هو صوته بخيره، بخيره يعني عارف معنى إنه يعني هو بيقول بتلقائية، لا هو متكلف ولا هو لسه مش عارف حتى يطوع صوته ازاي، فبيبقى جاي حابب يغني، طالع مننا اصوات او من عند الولاد اصوات قويه وحلوه جدا جدا، اصوات كده تحس فيها بالطرب فعلا. في اصوات حلوه كتير في المنيا؟ كتير كتير، بس يعني من خلال بحثك وانك بتروحي مدارس وبتشوف كتير، والايام دي انا حاسه انه اكتر مع الميديا ابتدت تنتشر، يعني ابتدى ممكن واحد يسجل لنفسه مقطع صوتي او مقطع فيديو بصوته، في اصوات حلوه كتير عندنا. انا عايزه اقول انا حاسه ان المصريين اغلبهم فنانين بالطبع، صوتهم حلو حقيقي، يعني حتى ان كان مش مطرب ولكنه مؤدي، يعني ممكن يكون بيؤدي حلو. اختاروا الجلال.
احياء البلد احياء مدارس سبت حد اتنين تلات اربع خميس كل احياء البلد احياء مدارس سبت حد اتنين تلات اربع خميس ميت حلاوة مش تبرع بالتلاميذ كل احياء الفن بيقرب المسافات بيلغي الحواجز وده اللي اثبتته تجربه كورال الصعيد في المنيا. رحاب وساره بقوا اصحاب وامهاتهم اصحاب رغم اختلاف العقيده. انتوا اتعرفتوا على بعض في الكورال وبقالكوا تقريبا سنتين مع بعض. انعكست المساله دي الصداقه بقت ازاي بقى؟ يعني انتوا اصحاب ممكن تخرجوا مع بعض تشتروا حاجه دلوقتي احنا عامه من حتى الجامعه بننزلها مع بعض دايما الامتحانات احنا مع بعض في كل حاجه دلوقتي بقينا مع بعض. والاسرتين هي طبعا وهي تعرف مامتي بتيجي عندي البيت وانا نفس الكلام ما حدش بيقول لا بلاش لا طبعا لا هو انا عامه اي حاجه طول ما انا مثلا مع الدكتور او هنا مع الكورال ماما مش بتبقى مطمنه عليا. يوم الكورال بمختلف عن كل الايام. التدريب دايما بيبقى الساعه 10 بيعدوا علينا ممكن نيجي مثلا مع عربيه الدكتور وبكده انا بعدي على ساره وبعدين بنيجي. اول حاجه طبعا بنعمل تدريب صوت وبعد كده الدكتور تبتدي بقى ايه تدربنا على كل حاجه احنا المفروض مثلا ناقصانا زي ان احنا مثلا نتعلم المقامات نتعلم ازاي نمشي مع الموسيقى وكده. ليل ورا ليل ولا توت النوم شوق وغرام لا عتاب ولا لوم داري انا داري حيرتي ومراري وانت ولا داري حد عايز آلة معينة أو بيحب آلة معينة عايز يتعلمها كان بيتعلمها. يعني كان في كمانجا كان في طبلة كان في ناي كان في عود كان في أورج أي آلة أنت حبيبها كنت بتتعلمها في أول ساعة من الكورال. وإحنا يعني كان أحيانا المتخصصين كان دكتورة تقعد تخلينا يعني نعلم الناس كمان معاها المقامات والسلالم وكل أغنية مثلا عليها مقام إيه. إحنا بنعرف ده كمان دكتورة بتدينا خبرة من ده كله. Thank you.
36 سنة مرت على إنشاء كورال جمعية الصعيد، الحلم اللي حلمت بيه الراهبة سيليست خياط، وحولته الحقيقة في مجتمع صعيدي محكوم بعادات وتقاليد متوارثة. الإخلاص للفكرة، المحبة في تنفيذها، كانوا كلمة السر في ثقة الأهالي وتهافت التلاميذ والطلاب على الكورال. وطول ما هم موجودين هيستمر الكورال وهيكتشف كل يوم أصوات حلوة. وأنا أعمل إيه؟ باكل جزمة بيضة والشراب بني، ما قالولي تخدمني عمك قلت يا مري، ما قالولي تخدمني خالك قلت يا مري، ما قالولي تخدمني الغارب صغرت أنا وأمي، ما قالولي تخدمني الغارب صغرت أنا وأمي. لما ابن عمي كل عيشي عالمية، لما ابن خالي كل عيشي عالمية. احكي لي بقى انت دخلت الكورال ده ازاي؟ كنت في سنة رابعة ابتدائي من الثمانينات تقريبا. كان الكورال عندنا مسير من رباط الكرب المقدس اسمها سير سيليست، هي اللي بدأت الكورال معنا كفريق من البيادية. اللي صوته كويس وتحس انه عنده موهبة تختاره، ونبدأ بقى كمجموعة صغيرة من الأولاد الصغيرين تدربنا بعد المدرسة، ممكن نسيب المدرسة بعدها بنص ساعة كده نقعد معاها نتدرب معاها. والدك قال لك إيه وأنت رايحة تغني؟ هو الأول يعني كانوا معترضين كناس من أرياف، طبعاً حضرتك عارف إنه ده صعب إن إحنا ممكن نتأخر أو نغني، لكن بعدين بعد ما بدأت جماعة السعيد تدخل معانا بدأت الأهالي تنفتح وتنبسط يعني جداً إن في أولاد بيغنوا وبنقدم عروضات، وابتدينا بقى نتوسع خالص يعني. عملنا أوبريت كنت أنا معاهم يعني، عملت تدريب بس للأسف ما كملتش معاهم لغاية أولى سنة وأنا كنت معاهم في الفريق. بعدين بقى ابتديت علشان الدراسة والارتباط وكده، واشتغلت كمان على الموسيقى دي اللي أنا اتعلمتها من الكورال. شغلت مدرسة في إحدى مدارس جامعة الصعيد، مدرسة المميزة بالبلدية، شغلت 13 سنة. مع الخبرة اللي خدتها من الكورال ده فادني كتير، كنت مدرسة يعني كويسة نوعا ما. بعدين بعد ما خلصت بقى والأولاد شرفونا قلت لي لا ما رجعش تاني، ومعايا الأولاد كمان أشجعهم. هنا فرصة ممتازة روعة بصراحة في الفريق، في ناس مهتمين بنا جدا، الجمعية بتوفر لنا مواصلات، كمان في دكتور هيام بتدربنا، يعني حاجة كويسة خالص الواحد يستفاد. قلت لا وأولادي كمان يستفيدوا من الحاجة الكويسة دي، وكمان هما بيتواصلوا مع الأهل، يعني مثلا هنا ما بيكون في حد معترض من أولياء الأمور هي بتتصل بيه وبتطمن علينا بعد ما نروح وبعد ما نسافر، فمش بس علاقة اللي هو كورال ونروح، لا المسؤولين هنا كأننا أسرة واحدة. فانا اشجع اي بنت فعلا تدخل هنا، وبشجع فعلا حاليا في البلد معايا حد يجي معايا في مدامتها تدخل المرات اللي جايه ان شاء الله. حبيت الموسيقى في المدرسه، كان في مس بتدينا موسيقى، ومن خلال ماما قالت لي ان في كورال تبع جمعيه الصعيد بيعلمنا الموسيقى وفي خبرات احسن واكبر.